Aí, cara, cadê? مرحبا مشاهدينا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ نحن كتير اشتقنا لكم، كتير كتير كتير. الحمد لله نحن صرنا أفضل من الأول، ولكن بعدنا شوي تعبانين. مشتاقين لكم كتير، مشتاقين نعملكن أعمال، مشتاقين نصور عائلة فنية، مسلسل عائلة فنية، ومشتاقين نصوركن كتير أشياء حلوة، من كليبات لأفلام لفلوجات. ولكن عذرونا شوي، بعدنا تعبانين. صرنا أفضل بس بعدنا شوي تعبانين، فلذلك مشان ما نغيب عنكم كتير كتير كتير، حبينا أنه اليوم نعمل تحدي صغير، هو تحدي الكراسي، الفتل أو الدوران حول الكراسي. وبتعرفوا التحدي أنتو، يعني طبعا يلي بيربح معنا بكل آخر جولة بده يطلع له 50,000 ليرة، ويلي ما بيربح للأسف ما رح يطلع له شيء. بس أنا عندي تمني منكم يا مشاهدين أنه تعذرونا هيدي الفترة شوي، لكن صحتنا كانت صحتنا صارت أفضل وساعدتنا أكتر، لأنه مش سهل أبدا نرجع بسرعة، يعني لأنه المرض شوي عم يكون صعب علينا والعوارض كانت كتير قوية. فلذلك إن شاء الله رح تشوفونا شوي 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 ونرجع مثل الأول، ونحن بنحبكم كتير ونحب نقدم لكم كل شيء حلو. وهلأ جاهزين للتحدي؟ جاهزين. بس قبل ما بلش الفيديو ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، خليكم معنا. وهلأ نحن جاهزين، رح نبلش أول جولة. وبتعرفوا لما تبلش الغنية منبلش ندور حول الكراسي، ولما توقف شو بنعمل؟ نقعد. بدكم تقعدوا والخاسر بيطلع لبرا. جاهزين؟ جاهزين. واحد، اثنين، ثلاثة. أسرع أسرع أسرع. 50,000. أسرع أسرع. برافو. يلي تاني مرة بيقعد قبل الأوان بيخسر. برافو برافو عليك. زهرة مرة. يلا كريستين. يلا كريستين. ايه يلا بثلاثة. واحد، اثنين. يشوفك هيك شاطر. أسرع أسرع. أسرع أسرع. مليكة مليكة خسرت. يلا كرسي. هلأ التحدي بين، سمعوني، التحدي بين حلا ومحمد. جاهزين؟ هلا اثنيناتكم عدتوا، يلا منعيد الجولة، يلا كف، لأنه اثنيناتكم عدتوا. أسرع. هلا ربحت، وهيدي أول 50 لحالها. أول 50 لحالها، شو خصك أنت؟ هي بتاخذها، يلا. رجعوا كلكم، يلا. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا زهد. انا بمشي عليك. زهد انت بمشي. يلا مين فيكم مش شاطر؟ مش انا مش انا. مين انت حناطر؟ انا
مليكة مليكة خسرت مليكة خسرت. يلا هلا التحدي بين حلا زهرة ومحمد. جاهزين؟ محمد خسر. يلا التحدي بين هلا انا متاكده لانه حظي ما حلا وحلا حظها حلا حتربح حلا وزهره ما خص حظ. هلا لعبه شو اسمها حظ فضل شيء كرسي انا. يلا خمسين لزهراء اللي ربحت زهراء. فإذا خاب حلا زهراء ربحان. ماما بتضب لنا المصاري. يلا جاهزين؟ يلا يلا واحد يلا أنا يا حلوي اللي بينجح ايه ركزوا زهراء برا. يلا يلا جاهزين؟ محمد خسر. يلا بين حلا مليكة. ركزوا تسمعوا ممنوع السهر يا ولاد رح نسهر وقت الأعياد لازم نقضي الأوقات عم نكتب وعم ندم. مليكة مليكة لربحت. وهاي هاي 50 لحظة خرجي على الكاميرا. وهاي لا مليكة لحظة هلا كلنا ربحوا 100,000 بس التسيان صاروا. يلا عندي فكرة شو رأيكم نعملها هالمرة بس نحن وحاطين عصبات بس على الخفيف عم نمشي. لا لا يلا خلينا كيف اللعبة هيك مش ناويين نفوت بالصفيات ونفوت بالشو اسمه صوم شعبه صوبة. قولنا بالكومنت شو في تحديات. جاهزين؟ جاهزين؟ يلا هاي يلا أسرع أسرع نحن البنات المريسات نحن البنات المريسات اللطيفات زهراء دغري دغري خسر. لا بدنا نتعرف على انا بعيونه ما عم بشرح. يلا واحد اثنين ثلاثة زرع البسمة بالبيت والحليب ومهذبين بدكم تسمعوا نحن البنات البنات المؤنسات اسرع نحن البنات البنات خسرت مليكة. يلا التحدي بين حلا ومحمد. يلا واحد اثنين ثلاثة لطيفات نزرع البسمة بالبيت والحليب ومهذبين والشخصية أسرع قوي بنحب ماما حلا ربحت. هاي تاني مرة حلا تربح. يلا يا جاهزين؟
عدنانة. مليكة برا يلا شو بنعمل ليك؟ قلت لكم ركزوا وين بتوقف؟ انتوا عم تلتهوا وعم تغنوا مع الغنية. يلا واحد اثنين وعنك ما رح نتخلى اسرع وعد علينا اسرع ارضك ترجع ارضك كلها يا فلسطين صغارك برنا وشو ما صار بين محمد حلا بين حلا وزهراء انا على المرض على المرض مش مركز يلا اسرع اسرع راح نفديك بالارواح ارض القدس والاقصى راح بنخليها افراح الله ما يلا لربحت زهرة وهاي تاني خمسين صاروا مية وحلا مية كمان يلا بعد جولة خلينا نشوف ما معه ولا مية يلا جاهزين انا في ارتاح تعبت يلا اسرع يلا جاهزين واحد اثنين ما عاش والله كل ما رايت يخوف اسرع اسرع شفت اللي عم اقول لك ركز أول بلد بالكون مخلوق من نور زهرة صاروا مين لا ما بدي انطى يلا بعد جولة اخر جولة يلا لا انا لنشوف لنشوف مين رح يربح هلا زهرة ما عم يخرج البطل محمد مليكة ما عم خمسين هنا مية محمد ولا شيء حبيبي يا عيرة يلا ما عم تقولي غشش مليكة محمد لا ولا يلا واحد انا عم بفكر انه اعطي محمد الخمسين اللي قلنا ولا بس راح اعطيه يلا
هلا ركز بالغنية اللي معنا. أسرع أسرع. بدو يتصرف إيش يعزوه عيني. أنا برا. أنا برا. لأول مرة. زهراء قبلك قعدت. خافي. اسرع اسرع مليكه بدها كرسي طميع ومعزب هاسي بدها تعمل علينا رئيس الجمهوريه. تحدي بين مليكه ومحمد لنشوف هلا مين رح يربح. يلا واحد اثنين. حالة طبعها هادي كتير شطورة وحكي يا قليل بس الموهوب كتير كلكم قدام الكاميرا لهون مشاهدينا بكون خلص التحدي بكون خلص التحدي معنا اليوم ان شاء الله نكون يا رب قدرنا نسعدكم شوي. برجع بقلكم انه انطرونا بس لتصير صحتنا بعد احلى وان شاء الله بنسليكم اكثر ونسعدكم اكثر وبنصوركم مسلسل عائلة فنية اللي بتحبوه كتير وكليبات وكل شيء بإذن الله. انتو بس دعوا لنا ودعمونا دايما وصلونا للمليون لأنه صرنا قراب جدا 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 جدا. عملوا حملة توصيلنا حملة سريعة لتوصيلنا للمليون سبسكرايبرز لأنه بعد عنا 50,000 بس مش أكتر. نحنا بنحبكم كتير وإلى اللقاء بالفيديوهات الى اللقاء بفيديوهات جديدة وما تنسوا تدعموا قناة زهراء كمان زهراء ما عم تعمل شيء بعد قوي لانه كمان مريضة. فالى اللقاء بفيديوهات وبأعمال جديدة وحلوة وقوية بنحبكم كتير.